هي السعادة كانت باينة جدا على جميع الوجوه بعد انتهاء المباراة، كانت واضحة جدا. الأهلي استغل الفرص كلها الحمد لله بشكل جيد جدا. المدير الفني بيتسو موسيماني أكد سعادته بالفوز الكبير، ومن ضمن العبارات المميزة اللي قالها واللي في ناس كتير وقفت عندها، قال الأهلي فرض شخصيته وأسلوبه على المباراة منذ البداية، وكنت واثق من الفوز. والحقيقة الكلام ده يعني كلام منطقي جدا، لأن الحقيقة النادي الأهلي بيضم لعيبة على مستوى عالي جدا من الكفاءة والخبرة والقدرات العالية اللي بتمكنهم من التغلب على أي صعوبات كما رأينا في مباراة الأمس. دايما كرة القدم بتمنح عشاقها دروس رائعة باستمرار، ده مش كلامي أنا، دي جملة قالها امبارح بيتسو موسيماني. ويعني حقيقة الأهلي بيمتلك جيل رائع من اللاعبين، ما ننساش كمان إن هم دول اللي نجحوا في التتويج بثلاثية ثلاثة بطولات الموسم الماضي، أسعدتنا كلنا جماهير الأهلي في كل مكان في العالم، ده غير أكيد التتويج ببرونزية هنا مونديال الأندية الأخيرة. فيا رب يا رب المزيد والمزيد إن شاء الله من الانتصارات والبطولات كمان. اللهم آمين. طبعا إحنا واجهنا ظروف صعبة في الكونغو، درجة حرارة عالية، درجة رطوبة مرتفعة، ملعب نجيل صناعي ما يعلم به إلا ربنا، لكن دايما الأهلي لا يبحث يعني عن الأعذار، الأهلي دايما بيلعب عشان الفوز بغض النظر عن أي شيء آخر. النهاية كانت بالفعل هي الفوز والسعادة والفرحة بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا، وعزيمة اللعيبة وإصرارهم على الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث. ده معدن النادي الأهلي اللي دايما بيظهر وقت الشدة والأوقات الصعبة، وده اللي عبر عنه امبارح السيد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، واللي قال في جملة مهمة، قال إن لقاء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع اللعيبة ورسالته ليهم قبل السفر إلى الكونغو كان ليها عامل أو مفعول السحر، ده رفع من معنوياتهم بشكل كبير جدا ودفعهم دفع لبذل أقصى ما لديهم من مجهودات. ودي حاجة تخلينا ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا الحقيقة، إنه الحالة المعنوية والعمل الدائم على رفع معنويات أي لاعب وأي إنسان بشكل عام بيقوم بمهمة معينة، ده بيخلي عنده دافع للتحدي الصعاب، وهنا بتظهر شخصية القائد المظبوط الصح المحبوب اللي بيدي دفعة معنوية هائلة لكل الناس اللي حواليه. كمان كابتن محمود الخطيب كان بيتابع البعثة لحظة بلحظة باهتمام كبير، وكان بيطمن دايما على اللعيبة أول بأول، ودي طبعا حاجة مهمة جدا من ضمن إجمالي صفات القيادة. يعني خلينا نقول كمان يا كريم، الأهلي اللي شفناه امبارح كان بصراحة يستحق الفوز، يعني لازم ناخد بالنا من ده. وفي حاجة كمان برضو نقطة مهمة، أو يعني أعتقد هي في غاية الأهمية، كابتن سيد عبد الحفيظ تحدث بشأنها امبارح، قال يعني اللاعبين قدموا مباراة كبيرة جدا، لكن هو طالب بحاجة بقى، الحاجة دي هي ضرورة تحسين جودة الملاعب الأفريقية طبعا. يعني احنا بنتكلم بجد طول الدوري الأبطال، يعني مسابقة الأهم على مستوى القارة، يعني ده أعتقد أمر مش بسيط. ملعب الشهداء اللي اتلعبت عليه المباراة كان من النجيل الصناعي، يعني تم إنشاؤه كمان من 16 سنة، وأرضية ترابية، يعني دي من الحاجات ومش من صنف فاخر كمان، خلي بالك كل وقعة مع من اللعيبة بتوع الأهلي بجد تحط إيدك على قلبك، واللاعب لازم يبقى خايف كمان على نفسه، يعني دي كلها حاجات بتأثر بشكل كبير على اللاعب، وكمان مع ارتفاع درجات الحرارة فلا تأثير أكيد سلبي. يعني ربما دي حاجات البعض يعني يقول لا مش مؤثرة، لا بالعكس هي مؤثرة، مؤثرة جدا الحمد لله. ان احنا كنا محظوظين امبارح ان حتى لما كان في تعمد في مثلا توقيت معين ان تقام المباراة، لكن احنا شفنا من امبارح ان فكرة توقع سقوط الامطار وده فعلا حصل، والجو الحمد لله كان يعني رائع، ما كانش ده عائق ابدا للفريق. ففي حاجات كده ربنا ليه يد فيها، بس طبعا الشق الثاني اللي هي فعلا الملاعب دي حاجة في غاية الأهمية علشان بتأثر بشكل سلبي فعلا على اللعيبه، واحنا مش مستحملين او يعني مفيش مش ناقصه مش ناقصه الحقيقه طبعا. يعني اي مشجع اهلاوي اصيل اكيد دايما عنده ثقه في ان لعيبه النادي الاهلي يعني عندها قدره على تحدي الظروف ايا كانت ايه هي، والعوده بالانتصارات. يمكن كابتن سامي قمصان مدرب الفريق الاول قال حاجه مهمه جدا في هذا الاطار، قال انه اعتاد على الاداء الرائع من لاعبي النادي الاهلي، لان هم بيثبتوا دايما ان هم لعيبه كبار خصوصا في المواجهات الصعبه. وطبعا ما ننساش ان الفتره اللي جايه عندنا تحديات لازم نستعد لها وبشكل جيد جدا. الاهلي امامه تحدي كبير في مبارياته القادمه امام المريخ وسيمبا، لانه بيسعى بقوه لانهاء المجموعه والتربع على الصداره. طبعا كلنا ثقه في قدرات لعيبه النادي الاهلي، لان هم دول اللي فازوا بجميع البطولات في الموسم الماضي، وان شاء الله يحصل نفس الكلام في هذا الموسم باذن الرحمن.
يعني زي ما بيتقال كده ولاعبتنا دايما بيقولوا روح الاهلي هي كلمه السر، يعني ان شاء الله ربنا هيوفقنا في المباريات اللي جايه. ويمكن امبارح تحديدا كمان لما سالوا محمد شريف لاعب الفريق الاول لكره القدم عن السر في الفوز، هو قال جمله حلوه قوي بقى، قال روح الاهلي وشخصيه البطل كانت سر الفوز على فيتا كلوب. فكلام جميل، بنضم صوتنا لصوت محمد شريف، خاصه هنا احنا بنتكلم الاهلي فعلا يعني يستحق الانتصار.